السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق جديد تم تدشينه يعني في 2022 واللي يقع في مدينة وهران. وهذا الفندق الرائع اللي نشوف الصور تاعه ب 222 غرفة وفيه حوالي 12 سويت، ونشوف يعني الشكل رائع والديكورات رائعة. وهذا الفندق ذات الخمس نجوم ينضاف إلى العروض يعني الكثيرة اللي موجودة في وهران، ويعزز مكانتها كأول يعني وجهة سياحية في الجزائر، سياحة يعني في سياحة تاع المدن. إذن وكأول مدينة من ناحية السياحة. إذن ونتمنى إن شاء الله هذه الفنادق تعم كل المدن نتاعنا في الجزائر، وكذلك نتمنى أن تكون فيه تنافسية في النوعية نتاع الفنادق هذا، والنوعية نتاع الخدمات تكون عند حسن ظن يعني الزائر الجزائري والزائر الأجنبي. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.